يحتفل الصينيون المقيمون في سوريا بعيد الربيع الصيني باهتمام بالغ ابتداء من تجمعهم في سفارتهم عائله واحده وصولا للاحتفالات الصغيره الخاصه التي يقيمونها في المنازل وفي المطاعم الصينيه الاشهر في سوريا والمختصه بالاكل الصيني وهنا يتشارك الصينيون مع السوريين من اصدقائهم طقوس المحبه والامل اليوم أول يوم بالسنة الجديدة ونحن الصينيون مع السوريين معا بهذا المطعم نأكل الطعام الصيني. سنة جديدة سعيدة للجميع. ويأتي هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التعارف بالثقافة الصينية ومعاني العيد. بمشاركه الاماني والاكلات الصينيه الخاصه المتنوعه في هذا المطعم الذي يحتفي باجمل الرموز والماكولات الصينيه حقيقه الاحتفال في راس السنه الصيني يذكرني بسحر الشرق وجماله ومخزونه التاريخي الكبير واقول لهم عام سعيد وخصوصا في هذا العام كونه اسمه العام التنين وأيضا لفت نظري العدادي لهذا العام ألا وهي 4754 عام حسب التقويم الصيني تخصصت بجزء من المطبخ الصيني اللي هو مواد غنية صحية كاملة وفي إقبال كثير كان عنا لهذا الأكل وانبسطت كثير بحضرتكم أنه جيت واحتفلت برأس السنة الصينية عنا بالمطعم أحاديث كثيرة تجمع المحتفلين هنا من ذكريات وأخبار عائلية ومراسلات للأهل في الوطن الأم عبر رسائل مصورة شكرا لكم جميعا على الصداقة الدائمة وأتمنى لكم سنة جديدة سعيدة إنني أرى مستقبل سوريا أفضل من اليوم إلى الأمام بحميمية العائلة الواحدة وطقوس الوطن الأم عادة وطعاما صينيا خاصا يعيش الصينيون في سوريا طقوس عيد الربيع الصيني او راس السنه الصينيه يتشاركون مع السوريين ثقافه وتاريخا وافراحا وامان لقناه سي جي تي ان العربيه يعرب خير بيك دمشق